ماشيين باتجاه النهر. راح نخيم عند النهر ما يقارب الشهرين خلال فصل الصيف، وبعدها ننتقل للجبال إن شاء الله. هذا كلب الحراسة دمان، الظهر ناوي يكمل معانا الطريق سباحة. قنوات الري هذه قادمة من نهر الفرات، فالطريق أصبح واضح، أي طريق تسلك باتجاه المعاكس للمياه راح توصل للنهر إن شاء الله. حاليا الكلاب كلهن نايمات، اقدر اوجههن او انطيهن الاوامر بالهجوم، راح اعلم جرو الذيب معاهن الهجوم بحيث انطيتهن امر يهجمن. مثل ما تشوفون الذيب يحاول يهاجم معاهن. طبعا بالمقابل هناك في 5 كلاب كانقل، تشوفونها هاي كلاب، 5 كلاب كانقل تهرب امام كلاب الغنم، تهرب من المواجهة، ما تواجه كلاب الغنم، فتشوفونها كلها قامت بالهرب. من الشباب بالليل ممرح هنا فاتجاه هذا المنخزن من عنده 100 راس، للصبح جاي هالذيب يعني بعد حوالي الاذان ممرح بيها وجايت ذياب، جاي ذيب او ذيبين محتمل، بس ذاب 10 روس منها. الذئاب تصيد وكلاب تاكل من صيدها. في راعي غنم مضيع بالليل 100 راس غنم، وصادفها ذيب او مجموعه من الذئاب ما حد يعرف بالتمام، لكن قاتله 10 روس من الاغنام، 10 روس من الغنام افترستها. تشوفون هاي نعجة سودة، وحدة منهن تشوفونها ما اكلات منها، لكن هاي نعجة سودة لو تلاحظون بالزاوية هذه في نعجة ماكولة مو ظل الا عظام. هاي نعجة الثانية اذا تشوفون ما اكلاتها الكلاب اتوقع، ومخليات الا عظامها. وهذه النعجة الثالثة أيضا ماكلاتها كلاب مظل للهيكل العظمي. طبعا الذئاب إذا صادت وفذ لحم عندها تأخذه وتدفنه، إذا تلاحظون جروي اللي عندي أنطيه اللحم، إذا زاد عنده لحم وهذا يأخذه يدفنه، هذا وقت إن كان صغير، يعني من وقت إنه كان صغير خذ اللحم وراح ودفنه لليوم اللي بعده أو اليوم الثاني والثالث، يروح يحفره ويطالع وياكله. وهذا شاينا على النار جاهز الفطور، بس تطلع الشمس تبلش درجات الحرارة ترتفع ويدفع الجو. جبنة غنم مالحة راح نغليها بمي. ما شاء الله تبارك الرحمن، المياه وفيرة هنية وكل الينابيع تصب في هذا النهر، يعني كل الينابيع اللي تأتي من الجبال تصب في هذا النهر، فالمياه وفيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. الغنم دائما رويانة ما في عطش إن شاء الله، وفي مراعي. هذا قارب صيد صغير فيه شخصين يصيدون سمك. راح نفطر عليها هنا هي. حياكم الله جميعا متابعي الذئاب وحياة الجبال. طبعا مثل ما تشوفون هذه سفرتنا المتواضعة، أهم شيء عند الراعي الجبن والخاثر. الله خاثر غنم، هذا خاثر رجل حمار شمسك.
من يسمع صوت الأذان يصير يعوي. الحمد لله رب العالمين، ما قدرت الذئاب ولا مره توصل للغنم او تفترس من غنمنا، مع انها افترست من الغنم بالمنطقه هاي او المكان هذا كثير، 5 نعجات 6 نعجات 7 نعجات او اكثر. فالحمد لله رب العالمين، وعندنا كلاب حراسه قويه، كلاب الكنقل مدربه. اكثر لحم يحب جرو الذيب هو قلوب الغنم او قلوب الدجاج. راح نشوف يقدر ياكل الكميه هذه. يلا يلا بلش. ما شاء الله عليه، خلصنا بسرعه. جرو الذيب صايد عصفور، تلاحظون العصفور لحد الآن طيب، لحد الآن العصفور طيب وميت. شوفوا كان نيابه العصفور. أنا مرة رحت ما شاء الله تبارك الرحمن هذا المكان، لأنه حنا فصل الصيف الجو بارد في هواء. عبود يحل بحليب كلاب الحراسة، هذا زالو. وكان صغير كان يهاجم الغنم، يحاول يهاجم الغنم باستمرار، لكن حاليا تعود على الغنم، بعد يهاجم الغنم ما ظل عنده نية ان يهاجم الغنم مثل وقت ما كان صغير يعني. ويستنكر الأشخاص، يعني الأشخاص القريبين يستنكرهم، يستغربهم، أي شخص قريب يستنكره. الأشخاص القريبين إذا جم أشخاص قرباء، إذا جم أشخاص قرباء يستنكرهم جرو الذيب، ما يقرب عليهم، يبتعد عنهم، يعني ما يتعود على أي حدا بسرعة، مع أن لحد الآن صغير بالعمر. سبحان الله، عنده السمع قوي وعنده النظر أيضا قوي، دائما إذا سمع صوت أو يسمع أي حركة يستنفر ويحاول أنه يشوف يستكشف شنو المشكلة، من شنو هذا الصوت، دائما يحاول أنه يهاجم مع كلاب الحراسة. فإن شاء الله راح يتعود بالسنين القادمة، وراح يقاتل ويهاجم الذئاب الأخرى. ما نترك كلاب تأذيه لأن الحد الآن صغير، دائما ننتبه له ونخليه دائما عنده ثقة بنفسه، ما يخاف من كلاب أو يأخذ صدمات أو عضات من أي كلب أو أي حيوان آخر، ولا يتعرض للضرب حتى يصير جسور وقوي إن شاء الله بالأيام القادمة. إذا تلاحظون ما شاء الله تبارك الرحمن عليه، تشوفون يعني ما يخاف مع ان عمره صغير، حد الان ما يخاف ما شاء الله عليه. هذا دمان وهذا سداح. سبحان الله، فيه غريزه من وقتنا صغير، اذا اعطيناه اكل وبقي من الاكل، يعني اكل وشبع، الاكل الباقي اللي يظل ياخذه ويدفنه ويخبيه للايام الجايه، يعني يخبيه للايام القادمه، يعني ثاني يوم ثالث يوم يروح يطالعه وياكله. شك 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 شك.
بعض الأصدقاء يقولون إنه راح يأثر على كلابك وما راح يهاجم الذئاب. ما شاء الله لحد الآن كلاب همتها قوية وتهاجم وتدافع عن الغنم وما أثر بها تربية الذئب معها بشيء أبداً.